بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. النهارده هنتكلم مع بعض على ايه؟ معلش اسفة على تطاولت معاكم ومش كنتش موجودة عشان خاطر كنت تعبانة شوية. الحمد لله اللي ربنا بيجيبه. النهارده هنشوف مع بعضنا الدواجن اللي هي البلدي دي، فراخ البلدي الجميلة بتاعتي دي، هنشوفها ونشوف مع بعض تربيه باكلها ايه. وهي النهارده جايبه لي حاجه جميله هنشوفها مع بعضنا كده. الاول هشوف اكلهم. عندي اهو البرسيم الاخضر اهو، وحاطه عليه عيش بلاه. دي فضلات العيش بتاعتنا اهي، بلاها اهي بالشكل ده كده، الشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. بقلب العيش كده كده. على فكره الخضار ده جميل جدا، هو اللي بيخلي الفراخ تبيض وبيخليها تبقى حلوه، وتبقى حتى لو ذبحت فرخه ولا حاجه بتبقى لحمتها جميله جدا. وبحط عليه العلف اهو، علف باتي جميل يخلي الفراخ تبيض. بلطر بس كده، احاول اوزع كده اكله اليوم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل الجميل انتوا شايفينه ده، وتيجي تفرخي على الاكل تاكل زي ما انتوا شايفين كده اهو. والميه بتاعتهم لازم تكون نظيفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. يا حبايبي مع بعضنا اهو، نشوف مع بعض فراخ الجميله جايبالي محصولي بيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ده كده ده المحصول بتاع الفراخ، هما دلوقتي بياكلوا اهو. النهارده فيديو معاكم قصير، بس عشان انا كنت تعبانه وبعافيه شويه، وان شاء الله ان شاء الله نشوف مع بعض المزيد والكتير. يا رب يكون النهارده فيديو النهارده بتاعي عجبكم، وان شاء الله ان شاء الله نلتقي مع بعض في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.